اكتر والله. واتمنى ان انتي تجاوبي معانا بصراحه، حاضر، ونضحك معاكي ونهزر بس كمان نوصل لقلبك. حاضر. الحياه طريقين، ابيض واسود، اني طريق مشيتي فيه اكتر؟ لا الحمد لله الابيض. الابيض ولو كان في طريق يعني شويه اسود بس بيبقى فيه في اخره ابيض. طب قوليلي الابيض بيمثل لك ايه؟ لا الابيض بيبقى نجاحات، تحديات في الاخر ربنا بيوفقك فيها، صعوبات بتقابليها كتير قوي في حياتك بس بتلاقي نفسك في الاخر انه التعب ده جاب فايده وبنجاح، فدي كلها حاجات ابيض يعني. حب بقى تلاقيه في طريقك، اهل محافظين عليكي، حاجات كتير. والاسود؟ لا الاسود بقى يعني حاجات الواحد ما بيحبش مثلا ممكن ان هو يفتكرها، بس اكيد كل حد فينا فيه في حياته جزء اسود، بس انا الجزء الاسود ده ما بحبش اقرب منه. احنا النهارده هنقرب منه، بس الاول عاوزه اعرف منك، بتعملي حساب للوقت وللزمن؟ اكيد. بتخافي منه؟ جدا. بتخافي على ايه؟ بخاف ما احققش حاجات في دماغي فطول الوقت متلهوجه يعني، حتى اقرب الناس ليا دايما بيقولوا لي ان انا ما بلحقش افرح يعني، عكس اللي الناس بيشوفوه، بس انا مجرد مثلا ما فرحت بحاجه في نفس اللحظه ببقى بقول ايه اللي جاي بعدها يعني، ما باخدش وقت بقى اللي هو افرح بقى وكده، لا يعني على طول عندي ايه اللي جاي بعدها. بس كان عمرك قد ايه لما حبيتي تمثلي؟ كان 24 سنه. 24 سنه. انت عملتي الكاميرا الخفيه صدفه ولا انت كنتي بتسعي للتمثيل؟ لا صدفه بحته يعني. يعني ما كانش في دماغك اصلا تمثلي؟ لا خالص. يعني بعد ما عملتي البرنامج ده حسيتي ان انت تنفعي؟ لا بصي هو انا كان في دماغي ان انا مثلا كنت حابه الموضوع، بس انا كنت شايفه ان الموضوع يعني كنت شايفه ان هو يا اما وصفه يا اما مش عارف ايه، والحاجات كلها اللي انا بسمع عنها مش موجوده. بس فكان فكره بقى ان انا اروح مثلا اعمل كاستنج او بتاع مش في دماغي، لاني كنت بقعد اقول خلاص واكيد الناس هم مختارينهم، او اكيد ده مجال صعب ان انا ادخل فيه، بس فكان الموضوع بعيد عني لحد بقى ما جيت عملت الموضوع في المسرح ومخرج شافني ورحت وعملته. بعدها لما لقيت انه البرنامج عمل صدى كده مع الناس فحسيت انه ربنا بقى كتب لي ان انا ادخل في الطريق ده، فعملت بقى كل الحاجات اللي ما كنتش بعملها. طيب خلينا نرجع للطفوله، انت كنت طفله سعيده ولا؟ كنت طفله سعيده. عشتي طفوله سعيده؟ الطفوله العاديه يعني، مش سعيده قوي ولا يعني ما فيهاش اي نوع من انواع كبيرة. القهر ولا اللي هي الطفوله المرفهه، بس الطفوله العاديه. ما كنتيش دلوعه البيت يعني؟ لا خالص. مين كان دلوع البيت؟ لا ما كانش يعني، كنت بالعكس كانت مامتي بتسافر في شغلها كتير، فكنت بقى موجوده مع جدتي فكنت دلعه جدتي ممكن. بس طيب تعالي نرجع بقى للمدرسه، انت كنت بنت مليانه صغننه شويه، كانوا بيضايقوكي في المدرسه؟ لا ولا كنت قويه ومستقويه زي دلوقتي ما اتغيرتيش؟ والله مش قويه ومستقويه دلوقتي، لا بس كنت صاحبه. ده قويه قوي. انا ليه؟ جدا. لا بس كنت صاحبه الناس. فده كان بقى في ريال يعفيني. الدخمه. كان بيعفي، كنت يعني بكتسب صداقتهم عشان ارحم نفسي من الحاجات، بس في الشارع طبعا ما كانش بيمنع. وانت صغيره ولا وانت كبيره؟ وانا صغيره وانا كبيره كله، انا نفشت بدري خدت الطريق من اوله. طيب قولي لي مين اللي بيهون عليكي حزنك دلوقتي؟ في طول حياتي كانت مامتي، دلوقتي مامتي وجوزي. جوزي دي كلمه غريبه. شفتي؟ عشان لسه جديده. خلاص. ربنا يبارك لك فيه. ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا رب. احنا خلصنا فقره الابيض وهنروح لفقره الاسود، بس عاوزين كلام بهدوء وتفتكري معانا كل حاجه هنقولك عليها، يعني مش هنزعلك ما تخافيش، بس انا يعني ايه مش عاوزين نقلبها هزار وضحك. حاضر. عيطتي.